بالعودة إلى زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة ذي قار، ينضم معنا مباشرة من ذي قار مراسلنا لؤي الرفاعي. لؤي، أجمل لنا تفاصيل زيارة وزير الكهرباء إلى المحافظة وما تتضمنه بشأن مشاريع تأمين الطاقة فيها. نعم، زيارة مهمة وصفت لوزير الكهرباء إلى الناصرية، إطلاق عدة مشاريع لتحسين واقع نقل وتوليد الطاقة الكهربائية في المحافظة. أول المشاريع التي سوف يقوم بها وزير الكهرباء هو إعلان توقيع عقد مع شركة سيمنز يعني 900 ميجا واط لمحطة 900 ميجا واط، وكذلك تطوير الطاقة الحرارية الموجودة التي تولد 5 ميجا واط سوف تصبح إلى 1100 ميجاوات. كذلك الوزير تفقد سير العمل لخط الرميلة ناصرية الذي سوف يعزز توليد ونقل الطاقة الكهربائية في المحافظة. العديد من المشاريع المهمة التي أطلقها رئيس الوزراء طبعا مع وزير الكهرباء لتحسين واقع نقل الطاقة الكهربائية وكذلك التوليد. كذلك هناك مشروع خاص يعني سوف يعلن عليه الوزير، وهو الطاقة الشمسية التي سوف تولد أكثر من 1000 ميجا واط. هناك العديد من المشاريع. طيب لؤي، في ظل الطاقة الكهربائية يعلم الجميع بأن لؤي في ظل المشاريع الحكومية هذه وزيارة وزير الكهرباء، كيف يقيم أهالي ذي قار الطاقة الكهربائية فيها؟ نعم، هناك مطالبات كبيرة بتحسين واقع الكهرباء في المحافظة، هذا ما استجاب إليه وزير الكهرباء بتوجيه من رئيس الوزراء. رئيس الوزراء والمنظومة الحكومية بالكامل مهتمة بتحسين واقع الكهرباء في المحافظة، خصوصا بأن الناصرية سجلت أرقاما قياسية بارتفاع معدلات درجات الحرارة. سوف تكون توزيع الطاقة الكهربائية وتستلم المحافظة في الصيف القادم أكثر من 18 ساعة. نعم، بحسب هذه يعني المشاريع. نعم، الحكومية لؤي. 18 ساعة بدون إطفاء في الناصرية باتجاه إلى 24 ساعة متكاملة لحصة الناصرية من الكهرباء بالصيف القادم إذا أنجزت هذه المشاريع الموجودة التي أطلقت اليوم في المحافظة. لؤي الرفاعي مراسلنا من محافظة ذي قار، شكرا جزيلا لك.